تعال تعال وفي متاهة الحياة متاهة الحياة دايما عايشين هنا فاهم عايشين هنا فاهم عايشين هنا فاهم هي الحياة كده ان شاء الله خير ان شاء الله تحب واحد ضعف الأول هو ضعف رصيدك زاد الضعف مفيش سلام ده كلام الأقوى دايما أبقى والأضعف مالوش مأوى كلامنا بقالنا بيه أكيد هيفتكرونا وده الحال عندنا هيحل غلطة متهنة الإسلام في دمنا جنود الله من هنا هقولك إيه عندنا اللي مكفينا جمنا لازم ناخد حقنا دايما هنا بإيدينا عامل حاجة لربنا ده المشاهد علينا وعارف إنه بإيدينا يتغير حالنا ويهدينا ولو بعدنا شدنا على طريق ودلنا علشان عبادة خلقنا ما هو أصله وإحمادنا متاهة الحياة دايما عايشين هنا في حماه الإسلام في دمنا من جنود الله من هنا هقولك ايه عندنا اللي مكفينا غمنا لازم ناخد حقنا دايما هنا بايدينا اعمل حاجة لربنا ده المشاهد علينا وعارف انه بايدينا يتغير حالنا ويهدينا ولو بعدنا شدنا على طريق ودلنا علشان عبادة خلقنا ما هو اصله بيحبنا فيها هينا واتحدنا من عدانا خدنا طرنا كله ساعتها يحترمنا نبقى اقوى يخافوا منا اتشتم عدوهنا هي دنيا ولا جنة اتحرمنا واتضربنا جبنا خدنا واتقلنا ميتين في قلوبنا موجودين هيا مهدنا لحد فين واللي اصعب اللي منا دايما هم مغلطينا كل ما نعلى ينزلونا احنا الاصل اعرفونا على حياتنا لو شافونا على كتافهم يشيلونا لازم الوحدة يرحمونا فرض عليكم تساعدونا الاعداء بيساعدونا مش لازم نطلب المعونة اما اخواتنا نسيونا اوضاع غريبة ومجنونة عايشين بمود الحقونا فيها ايه لو اتحدنا من اعدانا خدنا طرنا كله سعيد هيحترمنا نبقى اقوى يخافوا منا اتشتمنا عدوهنا هي دنيا ولا جنة اتحرمنا واتضربنا جبنا اخرنا واتخنقنا اعداء كمان خدوا مكاننا سلمانا واتقتلنا واللي اصعب اللي منا دايما هم مغلطينا كل ما نعلى ينزلونا احنا الاصل اعرفونا على حياتنا لو شافونا على كتافهم هيشيلونا لازم الوحدة يرحمونا يا باب دايما مقفول امتى الدخول صبرت ياما واللي يصبر يمكن يوم ينور عدت سنيني صابر دايما ويهددوني ما تدعموني يا اما في يوم تقتلوني كفاية ظلم يرحموني هتجنوني الفضل يرجع يوم لمين لو كنت عارف مين انا اكيد هتبقى مننا لسه عايش انا هنا عدانا كتير وضدنا كلامنا بقالنا ليه اكيد هيفتكرونا مفيش في القاتل اللي من سنين فهم كبير انا البرنس تقدر تقول انا الامير اخواتي كتير وانا الكبير ناس مننا ميتين في قلوبنا موجودين ايام وقتنا لحد فين ما يحصل اثبت وجودي اثبت وحشنيش طول ما انت بتضغط على الناس اسمعني مش هتلاقي رد فعل كويس ضغطي يولد الاشتباك كمل راجل لغايه وفي متاهة الحياة دايما عايشين هنا في حماة طرق كتير ومتنداها احزاننا خلاص لازم ننساها افرحنا كمان بنستناها علشان نتجمع بيها في الجنة في الارض مكانها ولا في السماء اوقات في وسط الزحمة بننسى ونضرب لخمة في ناس علينا قطع وتعليقاتهم رخمة وما تعرفش مين احنا بالراحة علينا استوينا جبنا اخرنا وتهرينا واللي منا بيجرحونا فكوا منا او ساعدونا عدانا عنيها علينا من اما نروح بيحاربونا واحنا كمان جاهزين بسلاحنا الحلم جميل خدنا دبحنا ظبطنا حالنا وقع اللي جرالنا او سهم الموت يطولنا وجه خلاص وقت موتنا الارض اترمينا واتحللنا وانتهينا سيبنا الدنيا روحنا تاني للي خلقنا واتسألنا عاللي ربنا ادهولنا فين اولادنا فين اراضينا فين اموالنا مين ينفعنا غير اعمالنا كلامنا بقالنا بيه اكيد هيفتكرونا مفيش في الارض اللي هيحمونا غير ربنا اللي خلقنا واكيد يرحمنا لينا اسبابنا سلمنا خلاص جايين عالجنة جه وقت حسابنا عملنا ايه لإسلامنا ولما عدائنا هان رسولنا خدوا اراضينا من اعدائنا جبنا اخرنا مفيش سلام ده كلامنا دمروا احلامنا ضعفوا صفنا واستسلمنا من قبل ما نطلع اتحاربنا وقعنا وقمنا وعشان امتنا اليوم كسبنا واللي يصيبنا ده نصيبنا العين تصيبنا ضواء من اما نروح تجيبنا ومراقبنا انا مش بتكلم على الحكومة الشعب اللي جابونا دايما هنا بيحترمونا من اما نروح مكان يحمونا اتربيت وسط الديابة الدنيا غابة وانا من سلالة الغلابة بسبق وبنجري مين يلحقنا طريق جنود ده اخرنا ولو هنموت علشان ديننا صدقني يكون احسن لنا في السماء الجنة
مش هنا. اسمك ايه؟ السمك جنة مش هنا. بتضغط على الناس. سلام مش هتلاقي رد فعل كويس. ضغطي وش كلام.